لصاحب المركز الأول بالإضافة إلى 200,000 درهم كجائزة وكهدية لمن يفوز ومن ينتزع هذا الشوط. شوط الإنتاج والمنتجين، هذا هو آخر أشواط الرموز الثمانية التي رصدت في هذا المساء في هذه الجائزة الكبيرة، جائزة زايد الكبرى التي شارك فيها أبناء الخليج. نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذا الاندفاع، نتابع هذا التألق، ننطلق مع 8 كيلومترات، نتابع الصدارة ومقدمة هذا الشوط. من يحتل المركز الأول ويندفع في الصدارة؟ هملول مع المركز الأول، حارب من محمد بن حمد الاكتبي ينطلق مع صدارة ومقدمة الشوط، يليه بالمركز الثاني صريح مع المركز الثاني، راشد بن سعيد من منانة الاكتبي ينطلق المتحدي في هذا الشوط، أحد إخوانه منطلقا مع هذا الاسم الكبير، مع هذا الشعار الخطير، مع هذا الشعار المميز. هنا المتحدي سالم بن منانة هو المتابع لهذا الاسم العملاق. المركز الثالث، المركز الثالث في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع، في هذا التواجد، في هذا العبور، هذا هو مروج مع المركز الثالث، أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي ينطلق شعار الشاعر مع المركز الثالث. المركز الرابع، العاصوف مع المركز الرابع، راشد بن سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد وينطلق بالمركز الخامس حامل الرقم 18، وهذا هو شعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع المختبر على المركز الخامس. هذه الأسماء متابعين الكرام، هذه النتيجة الأولى لهذا الشوط، آخر رموز هذا المساء، آخر أشواط الرموز الثمانية التي رصدت مع الكبار، رصدت مع هذه الأسماء، مع هذه الجائزة الكبيرة، الجائزة الغالية، الجائزة الثمينة، هنا في الوثبة في عاصمة الميادين. يا سلام، المركز الأول، الصدارة هملول مع المركز الأول يباعد المسافة في هذا الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للزمور المهجنات، ينطلق ويندفع باحثا عن تحقيق الناموس وعن تحقيق الخنجر والـ200,000. يا سلام، إنجاز ليس له مثيل في هذه الجائزة الكبيرة. هذا هو هملول بالصدارة بالمركز الأول على الكادر العلوي عبر شاشة قناة ياسي الفضائية وقنوات دبي ريسينج التي تتابع أحداث الوثبة في هذه الأيام المباركة. هذا هو هملول لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي مع المركز الأول، فارق كبير بينه وبين المركز الثاني. نتابع المركز الثاني، من يندفع بالمركز الثاني؟ هنا صريح راشد بن سعيد بن منانة الاكتبي المتحدي يطلق في هذا الشوط وينطلق مع صريح، أحد الأسماء القوية المرشحة هنا مع هذا الشوط. بينما المركز الثالث المتقدم المنطلق العابر في هذا التقدم، هذا هو الشعار بن حلوس المنطلق على المركز الثالث مع هذا التقدم المميز، ينطلق شعار بن حلوس مع المختبر أيضا أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط، عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع المركز الثالث. المركز الرابع، نتابع عنيد ناصر بن مغير بن سالم العميمي، أول نداء، أول نداء لشعار العميمي مع عنيد على المركز الرابع. المركز الخامس، وجود العاصوف راشد بن سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي مع المركز الخامس. هذه الأسماء الخمسة متابعين الكرام، رمز غالي في الانتظار. يا سلام،
اليوم. اليوم الوثبة غير، ختاميها غير، رموزها غير، إبداعها غير، إنجازها غير، يا سلام، واستقبال غير من آل نهيان الكرام مع هذا الحضور المشرف، مع هذا اللقاء الأخوي الكبير الذي يجمع بين أبناء الخليج في الوثبة، في الوثبة، في الوثبة. يا سلام، نتابع هملول يا أخواني، هملول مع المركز الأول. شوفوا الفارق بين هملول وبين المركز الثاني، بين هملول وبين المركز الثاني يا أخواني. هذا هملول حارب بن محمد بن حمد الافتبي، القادم للرمز، المنطلق للرمز، المندفع، الحاضر، المنطلق هنا، العابر. يا سلام، مع المركز الأول هملول حارب بن محمد بن حمد الافتبي. ونذكر الجميع أن تتويج الرموز ومن حقق الرموز بعد هذا الشوط مباشرة بإذن الله تعالى سوف يتوج الجميع أصحاب الرموز الثمانية في هذا المساء، في هذا المساء الرئيسي بعد هذا الشوط مباشرة. نتابع المركز الثاني، نتعرف مع المركز الثاني علي المختبر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع المركز الثاني. يلا يا العامري، هملول بالمقدمة، هملول يا المختبر بالمقدمة. المركز الثالث هنا صريح راشد بن سعيد من منار الاكتبي المتحدي مع المركز الثالث. المركز الرابع متابعينا الكرام ناصر بن مغير بن سالم العيميمي مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد العصوف راشد بن سالم بن مطر بن حاذا الافتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة لهذه الأسماء، ولكن العودة، العودة، العودة مع جسر العبور وموقع جسر العبور ومع هملول، دماء هملولية تنطلق بالمركز الأول، دماء أصيلة، دماء رئيسية في هذا الشوط. مع هذا التقدم، هذا هملول حارب بن محمد بن حمد الاكتبي مع الصدارة، مرتاح هملول، مرتاح هملول يا أخواني، ما عليه أي ضغوط، ما هناك أي ضغوط على هملول، بدون أي أوامر، بدون أي مضايقة، مع المركز الأول وفارق قرابة 300 متر بينه وبين المركز الثاني. مرتاح في المقدمة هملول، هو الأقرب للناموس، هو الأقرب للناموس. وهذا لا يعني الاستهانة بهذه الأسماء العملاقة الحاضرة في هذا الشوط، أسماء وشعارات خطيرة كبيرة عملاقة، صاحب التاريخ مشرف تنطلق في هذه اللحظة. لكن هملول له عوايد، له سجل حافل مليء بالإنجازات، أهل هملول لخوض معركة الخنجر في هذا الشوط، في هذه الجائزة الغالية الكبيرة. يا سلام، هملول مع المركز الأول في الصدارة والمقدمة، حارب بن محمد بن حمد الاكتبي، بينما المركز الثاني نتابع اللي غير المختبر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مع المركز الثاني، ينطلق بالمركز الثاني، وهنا شعار العميمي مع المركز الثالث، مع عنيد ناصر بن مغير بن سالم العميمي. المركز الرابع هنا المتحدي مع المركز الرابع، يترقب، يخطط المتحدي سالم بن سعيد بن منار الاكتبي مع هذا الاسم، مع صريح على المركز الرابع، تجاوز وعبور من العصوف لراشد بن سالم بن مطر بن حاذا الاكتبي إلى المركز الرابع، إلى المركز الثالث، وهنا يتقدم إلى المركز الثاني. يا سلام، بينما خامس المراكز يبقى صريح لراشد بن سعيد بن منار الاكتبي، وهذه لحظات الناموس، هذا هو الكوع الأخير، المنعطف الأخير نحو الناموس. كيلوين، لوحة الاثنين كيلو تجاوزناها وعبرنا من أمامها وبدأنا بالانعطاف نحو الناموس، نحو الناموس. يا هملول، روح يا راعي هملول، الخنجر بالانتظار.
الخنجر بالانتظار وهملول في المقدمة حارب بن محمد بن حمد الاكتبي هنا مع المركز الأول مع الصدارة أحد الأسماء المرشحة اللي قام راس والخنجر راس وهناك مع خط النهاية يبقى راس مع المركز الأول والخنجر يا سلام والله راح حملول يا أخواني راح حملول بالمركز الأول شوفوا الفارق شوفوا الفارق شوفوا الفارق بينما بن حلوس يحاول هنا مع المختبر على المركز الثاني وهناك محاولات من العاصوف بشعار من حاذة مع المركز الثالث راشد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي المركز الرابع أول نداء لوبران جابر بن سلطان بن راشد الخيالي المركز الخامس هنا التقدم هنا الانطلاق من شاهين أحد الشعارات الضيوف من دولة قطر محمد بن محمد بن قعيس المري مع المركز الخامس ولكن بن مية يقول روح روح مع هملول هنو هملول هنا 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 هملول مع المركز الأول وهل الرفادة مع المركز الأول وهناك هملول مع المركز الأول مع الخنجر وسلام للرفادة سلام 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 للمدام سلام مع هملول اللي قام راس وسينهي الشوط راس بدون أي أوامر مع المركز الأول حارب بن محمد بن حمد الاكتبي ينتزع الخنجر ينتزع الجائزة الكبيرة في هذا الشوط الرئيسي في هذا المساء إذن حقق هملول وفاز هملول بدون أي أوامر بدون أي مضايقة هنا مع المركز الأول العصاب الإبطان شوط الرئيسي وهنا يتقدم هملول منتزعا مهديا أهالي الرفادة مع هذا الفوز الناموس والخنجر في هذا المساء الرئيسي هذا هو هملول يصل بحفظ الله ورعايته إلى خط النهاية محققا شوطا رئيسيا في جائزة زايد الكبرى هذا هو هملول وحارب بن محمد بن حمد الاكتبي ينتزع الخنجر ويهدي أهالي الرفادة الناموس مع هذا الفوز المستحق تهانينا لمالك هملول حارب بن محمد بن حمد الاكتبي هذا هو هملول ووصوله إلى خط النهاية تهانينا والناموس المركز الثاني متابعينا الكرام يصل عنيد لناصر بن مغير بن سالم العميمي المركز الثالث المركز الثالث العصوف لراشد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي المركز الرابع وصل وبران لجابر بن سلطان بن راشد الخيالي المركز الخامس المركز الخامس رياض الصغير بن عبد الله بن بدر العامري متابعينا الكرام أعود إلى التوقيت الزمني لحظة وصول هملول لأن التتويج سيكون مباشرة بعد إعلان المراكز الثلاثة الأولى بتوقيتها الزمنية هذا هو هملول لحظة وصوله إلى خط النهاية التوقيت الزمني 13 دقيقة 45 ثانية 6 أجزاء من الثانية هملول لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي ينتزع الخنجر بنشوف المركز الثاني تهانينا والناموس لمالك عنيد الحاصل على المركز الثاني ناصر بن مغير بن سالم العميمي وحقق الناموس في هذا الشوط وحل وصيفا بالمركز الثاني توقيت الزمني 13 دقيقة 59 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث وصل العاصوف لراشد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي التوقيت الزمني 14 دقيقة ثانيتين 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع متابعينا الكرام انتهى دوري بالتعليق في هذا المساء وأعود بالكلمة لزميلي سالم بن علي الحبسي